بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس قلينا هنشرح كيف نحول تلفوننا لكاميرا ويب. في الغالب بيكون مثلا عندك كمبيوتر وما فوقه كاميرا، أحيانا بيكون ديسكتوب أو مثلا لابتوب، أو حتى إذا في كاميرا معطلة، أو حتى إذا في كاميرا لكن ما واضحة، عايز مثلا تاخد الوضوح بتاع الكاميرا بوضوح كاميرا تلفونك. بتعمل شنو؟ أول حاجة بتيجي تخش جوجل، نكتب جوجل، بعد كده بنبحث عن برنامج اسمه درويد كام. نجي هنا لويندوز، بتفتح معانا النافذة دي، نقوم نختار هنا كلاينت فيرجن 6، بينزل معانا البرنامج. طوالي البرنامج ما كبير، يعني ممكن سعته أقل من 1 ميجا، يعني 700 أو 875 كيلو بايت. نجي نفتحه، ونعمل فيه دبل كليك، ونثبته عادي. نيجي نقول له نيكست، اجري، انستول، ونقول له فينيش. نقفل هنا، كده بيكون نزل معانا البرنامج على الويندوز. بعد كده بنجي التلفون عندنا، نجي نمشي للبلاي ستور هنا، ونجي نبحث عن درويد كام. بيجينا الرابط ده او شكل البرنامج هنا، درويد كام وايرلس ويب كام. نعمل له انستول عادي زيه زي اي برنامج، اكسبت، نخليه يحمل معانا البرنامج. طيب كده بقى عندنا البرنامج في التلفون، وعندنا البرنامج على الكمبيوتر اللي هو هنا درويد كام. نجي نفتح البرنامج اللي على الكمبيوتر بدبل كليك عادي، بتفتح معانا النافذة دي. بعد كده نجي نفتحه في التلفون، نقول له اوبن، بيفتح معانا بالطريقة دي. نجي نقول له نيكست، ونقول له جوت ات. طيب بتظهر معانا الارقام دي، عندنا هنا الواي فاي اي بي، وعندنا الدرويد كام بورت. طيب في الغالب هنا بيكون فاضي، مثلا بيكون ممسوح، وهنا ذلك بيكون ممسوح. بيجي بكتب الارقام دي، بكتبها هنا مثلا 192 نقطة 168 نقطة او نقطة 56. بجي بكتب 192 نقطة، بكتب 168 نقطة، بكتب 0 نقطة، بكتب 56. بجي بنزل تحت هنا الدرويد كام بورت اللي هو ده،
بيجي بكتب 47 47. طيب ده بالنسبة لي أنا، لكن في ممكن أنت يكون عندك الاي بي حاجة تانية. طيب بجي أنا من هنا بقول له ستارت. أول ما أقول له ستارت بتفتح معايا الكاميرا هنا، شايفين كده أنا حولتها خلاص، يعني التليفون بيكون في يدي ودي كده كاميرا الويب عندي مثلا في التليفون. بقوم بشغل يعني الكاميرا ده في حال مثلا كنت بتكلم بالسكايب، ولا كنت منزل برنامج بتاع الايمو في الكمبيوتر، ولا كان عندي اي برنامج شرح مثلا برنامج كامتازيا عايز مثلا تضيف له الفيديو بتاعك وانت بتتكلم وهكذا. فعموما انت كده باختصار بيكون انشأت لك كاميرا بتاعت ويب في كمبيوترك عن طريق التلفون. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرحنا لكيفية تحويل الهاتف إلى كاميرا ويب. ما تنسوا الما مشترك في القناة يعمل اشتراك، وبرضه ما تنسوا تضغطوا لايك وشيروا الفيديو مع أصحابكم، عسى ولعل غيرك محتاج الفيديو ده لو أنت ما محتاج له. وآخر حاجة ما تنسوني من صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.